النهاردة هنعمل مع بعض خلطة المحشي. هنشوف ايه هي اهم الخضروات اللي لازم نستخدمها في المحشي علشان ناخد الطعم اللي احنا عارفينه، وكمان اهم التوابل اللي مينفعش نستغنى عنها علشان نحافظ على الطعم بتاع المحشي المصري الاصلي اللي احنا متعودين عليه. هنشوف حاجة مهمة كمان جدا النهاردة في الفيديو، هو ازاي نحتفظ بالخضرة دي مدة طويلة ويكون يفضل لونها اخضر زي ما هي حتى لما نشيلها في الفريزر فترة طويلة. الغرض من الفيديو النهاردة ان احنا نفرز الخلطة او نحتفظ بيها في الفريزر علشان في اي وقت تنفعنا في الصيام وتنفعنا في عزومات رمضان وتنفعنا في اي وقت احنا مستعجلين عاوزين نعمل فيه محشي. فرصة النهاردة نشوف شكل الخضرة للناس اللي بتتلخبط فيها. ده شكل الكزبرة وده شكل الشبت، طبعا هو اكتر واحد مميز فيهم، وده شكل البقدونس. هنحط دلوقتي صورة فيها الاتنين مع بعض. هتلاحظوا ان الكزبرة الحروف بتاعتها مشرشرة بطريقة حادة شوية عن البقدونس، وده علشان ما نتلخبطش فيهم تاني. اول حاجة هنبتدي بيها ان احنا هنغسل الخضار بتاعنا اللي هو عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة كميات متساوية. انا بحط حزمة او حزمتين من كل نوع من انواع الخضار، وبفرم كل نوع لوحده علشان لو مش هستخدمه كله في المحشي ممكن افرم جزء واشيل جزء في كيس في الفريزر مفروم جاهز. فده كان الشبت، طبعا انا مش هفرم قدامكم كل حاجة علشان ما ناخدش وقت طويل في الفيديو على الفاضي. الطبق ده مفروم فيه شبت وبقدونس وكزبرة. هنحتاج كمان بصل، هنقطعه قطع صغيرة، انا هحطه برضو في الفود بروسيسور. البصلاية الكبيرة دي هتبقى مناسبة لكمية الخضار اللي انا حطيتها، طبعا انتوا بتقدروا لو عاملين خضار اقل ممكن تحطوا بصلاية اصغر. وبعد كده هنحتاج كمان طماطم مفرومة وفلفل اخضر مفروم، بس ده تقريبا كل الخضار اللي احنا هنحتاجه. ده كده بعد ما البصلة اتفرمت انا هفرمها مش فرم ناعم قوي، فرم متوسط كأننا هنعمل طبيخ عادي. هنحط كمية مناسبة من الزيت على النار في الحلة. الكمية بتاعت الزيت بتبقى نعمل حساب فيها الخضار الكتير اللي احنا هنحطه، ونعمل كمان حساب ان احنا لسه هنحط على الخلطة دي رز، فلازم كمية الزيت تبقى مناسبة علشان المحشي ما يطلعش ناشف وما يطلعش الرز معجن. بعد ما البصلة بتدبل، مش بتاخد لون هي بس بتدبل، بنزل بفلفلاية رومي مفرومة ومعلقة صغيرة من الهريسة الفلفل اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده على القناة. لو مفيش هريسة بنحط ممكن فلفلاية رومي وممكن معاها كمان فلفلاية حارة لو احنا عايزين. وبعد كده بننزل بالطماطم والصلصة. انا بحب كمية الصلصة تكون شوية كتير علشان انا بحب لون الخلطة يكون احمر، وده بيديها طعم لذيذ جدا. هنيجي بقى دلوقتي للتوابل. انا بحب اضيف مرقة خضروات، بحس انها بتليق اكتر على المحشي اكتر من مرقة اللحمة او الفراخ، فانا بحط 4 مكعبات علشان انا عاملة كمية كبيرة. وبعد كده هنحط التوابل الاساسية وهي فلفل اسود، وهنحط طبعا ملح بس قليل علشان المرقة بيكون فيها ملح، وهنزود الكمون. هنقلب دول مع بعض وبعد كده هنزود بقية التوابل. هنحط كزبرة ناشفة برضو معلقة تقريبا صغيرة او حسب طبعا كمية الخضار اللي انتوا هتستخدموها، وهنزود رشة قرفة. ورشة القرفة دي مهمة ما تستغنوش عنها. هنقلب كويس وبعد كده هندوق علشان نظبط الملح. بعد ما دقت لقيت ان كل حاجة مظبوطة، ناقص بس رشة السكر علشان كمية الصلصة، السكر بيعادل الحموضة بتاعت الصلصة اللي احنا حطيناها، وهنحط كمان رشة ملح صغيرة. طبعا كل واحد حسب الذوق بتاعه، بس ناخد بالنا انه احنا لسه ولا حطينا الخضرة ولا حطينا الرز، فنعمل الملح ازيد حاجة بسيطة من المظبوط. اهم خطوة دلوقتي ان احنا بنبعد الصلصة عن النار قبل ما نحط الخضرة. دي من اهم
أسرار الاحتفاظ بالخضرة لونها أخضر وجميل مهما طال الوقت بيها في الفريزر. دي أول الأسرار بتاعة الاحتفاظ بالخضرة في الفريزر، إن احنا نزودها بعيد عن النار عشان ما تتبلش ويفضل لونها حلو، وبدوق تاني بعد ما بزود الخضرة. السر التاني اللي هيخلي الخضرة محتفظة بلونها الجميل مهما طال بيها الوقت في الفريزر هو ان احنا نحفظها في اكياس محكمة الغلق، ما ينفعش ابدا ابدا يدخل لها هواء. هنشوف دلوقتي احنا ازاي هنعبيها. مش عارفة انا ليه مصر اعبيها بالسباتيلا رغم ان انا كان ممكن اجيب مغرفة، بس يعني اللي حصل. فهنعبيها دلوقتي في الاكياس وهنشوف ايه هي الطريقة المظبوطة علشان نفرغ بيها الهواء. وفرصة دلوقتي اقول لكم انا ليه قلبت البصل والطماطم والحاجات دي على النار. يعني انا بعمل طريقة ميكس ما بين المحشي النايف ناي والمحشي المتسبك. المحشي النايف ناي كل الحاجات دي بتتحط ناي على بعض، ما بتشوفش النار خالص، وانا بحس ان دي هيبقى عمرها مش طويل قوي لو حطناها في الفريزر. والطريقة المتسبكة ان احنا بنطول قوي على البصل والطماطم في النار علشان يتسبكوا. انا بعمل وسط، يعني ولا بسبك قوي ولا بحط على البارد. زي ما شفنا دلوقتي بعد ما عبينا الكيس، اهم خطوة ان احنا نفرغ منه الهواء كويس جدا، نقعد نبطبط عليه كده بالراحة علشان نتأكد ان هو مفرود وان هو مالي الفراغات وان مفيش هواء خالص. هنشوف مع بعض واحدة تانية بسرعة علشان نتابع الطريقة صح، ان احنا ازاي نفرغ الهواء من الكيس، عشان دي اكتر حاجة ممكن تخلي الخضار يغمق. وبرضو لو هتحط خضار سادة من غير خلطة ولا حاجة، لو هتحتفظوا بشبت مفروم او بقدونس مفروم بتعملوا نفس الطريقة، اهم حاجة ما يخشلوش هواء. ودي كده كمية الخضار اللي انا عملتها هحتفظ بيها في الاكياس زي ما احنا شايفين، هدخلها الفريزر. طبعا ملاحظين ان لون الخضرة باين في الخلطة ولونها متغيرش، وهتطلع من الفريزر بنفس اللون. جربوا الخلطة والتوابل دي على طريقتي، وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها.